ريلمي سي 1 هو احد هواتف الفئه الاقتصاديه المتوسطه اللي يجي معالج كوالكوم سناب دراجون 450 وشاشه بتستحوذ على 88% من عدد الجهاز الكلي وبيجي ببطاريه بسعه 4230 ملي امبير. خلونا نتعرف على مزايا وعيوب الجهاز ده واقول لكم رايي بعد تجربه استخدام ده لمده 15 يوم تقريبا. برغم ان الجهاز مصنوع بالكامل بالبلاستيك الا ان مسكته في ايدك تحسسك ان هو بريميوم شويه، ولكن الجهاز حرفيا ممكن يتخرش او يتجرح من اي شيء تقريبا، فلازم تستخدم معاه الجرام السيليكون اللي بيجي موفر في البوكس بتاعه. كلنا طبعا بندور على اداء كويس في اي جهاز بنفكر اننا نشتريه. الجهاز ده بيجي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 450 ثمانيه الانويه بتقنيه 14 نانو متر. المعالج ده كويس جدا في الالعاب الخفيفه والمتوسطه، وممكن يشغل لعبه زي ببجي على الاعدادات الافتراضيه او ضعيفه. الجهاز كمان بيجي بذاكره عشوائيه 2 جيجا بايت واللي بدورها بتموت التطبيقات في الخلفيه. فلو انت بتعمل انستول لبعض البرامج او لعبه مثلا زي ببجي بتاخد وقت في التحميل، فيا ريت ما تخرجش من واجهه البلاي ستور او من الابلكيشن بتاع البلاي ستور عشان ما يموتش العمليه بتاعت التحميل، وبالتالي العمليه تفشل ودي حاجه بتحرق الدم الحقيقه. الجهاز بيجي بذاكره داخليه 16 جيجا بايت، وتقريبا الابلكيشن اللي على الجهاز نفسه بتاخد تقريبا نص المساحه دي. فلو انت حابب انك تخلي الصور بتاعتك والميوزك بتاعتك المفضله على الجهاز، فريد تشتري ذاكره خارجيه تحط عليها الميوزك والصور بتاعتك اللي انت بتحبها. الجهاز كمان بيجي بكاميرا مزدوجه، كاميرا 13 ميجا بكسل بتصور لحد فول اتش دي بدقه 1080 بي 30 فريم بير سكند، وكاميرا ثنائيه لعمل العزل او تصوير البورتريه ب 2 ميجا بكسل، والكاميرا بتطلع اداء مرضي جدا في الدي لايت او في الاضاءه العاديه، ولكن هتواجه معاها بعض المشاكل لو انت بتصور في اضاءه منخفضه او بالليل. الكاميرا بتدعم كمان الـ HDR عشان تصور صورة بتفاصيلها ويكون الصورة شربسا أكتر، وجنب الكاميرا بيكون في فلاش أحادي من نوع ليد فلاش. الشاشة بتستحوذ على 88% من واجهة الجهاز الكلية، وبتيجي بجودة HD بلس بكثافة 271 بكسل لكل إنش. الشاشة بتيجي بسكرين بروتكتور وطبقة حماية من الجوريلا جلاس للإزارة التانية. في الجهة العلوية هتلاقي النوتش المبالغ فيه حبتين، ويكون فيه الكاميرا الأمامية اللي مش محتاج نتكلم عنها كتير بدقة 5 ميجا بكسل اللي أنا بصور بيها الفيديو ده دلوقتي. وبيكون في سماعه المكالمات ومستشعر الفيس انلوك اللي اداؤه مقبول حبتين وضعيف جدا في الاضاءه الخافته او ضعيفه. في الجهاز السفلي من الجهاز هتلاقي سماعه السبيكر اللي اداؤها معقول نسبيا، ومنفذ الشحن من نوع مايكرو اس بي، ومنفذ السماعات 3.5 ملم. الجهاز بيدعم 2 سيم كارد ومدخل ذاكره مايكرو اس دي، ويدعم ذاكره خارجيه لحد 256 جيجا بايت. بعد تجربه استخدام ده لمده 15 يوم اقدر اقول ان الجهاز اداؤه كويس جدا في الفئه السعريه 2000 جنيه. عيوب الجهاز ده من وجهه نظري ان الجهاز ده ما فيهوش مستشعر اصابع، فلو كان فيه مستشعر اصابع افضل من الفيس انلوك اللي اداؤه بيكون ضعيف في بعض الاحيان او في الاضاءه ضعيفه. تاني عيب من وجهه نظري ان الجهاز ده ما فيهوش فاست تشارج، والبطاريه بتاعت الجهاز بتاخد حوالي 3 ساعات شحن، فكان الفاست تشارج الخيار اللي اغنى عنه في الجهاز ده. تالت عيب بالنسبه لي ان الجهاز ده ما فيهوش ليد نوتيفيكيشن او لمبه الاشعارات اللي بتكون موجوده في الجهاز واللي بتنبهك بوجود تنبيهات او رسائل او المكالمات. رابع عيب بالنسبه لي النوتش اللي ما تقدرش انك تخرج منه او تسيبه في اي حته، فالنوتش معاك لو انت بتلعب جيمز فالنوتش هيكون مزعج جدا بالنسبه لك، فاتمنى ان يكون في تحديث جاي يخليك تبعد عن النوتش وتحاول تخفيه بقدر الامكان عشان تحصل على تجربه لعب كويسه وممتازه ان شاء الله. وكلمه اخيره قبل ما نختم الفيديو، الجهاز ده موجه لفئه سعريه معينه، الناس اللي بتدور على اعلى امكانيات وافضل سعر مناسب، الناس اللي ما تقدرش انها تجيب موبايل غالي عشان تقدر تحصل على تجربه استخدام كويسه، فالموبايل ده موجه للناس اللي هم حابين يحصلوا على تجربه استخدام باقل سعر ممكن. فلو انت حابب تجيب الجهاز كموبايل ثانوي فالموبايل ده هيكون مناسب جدا ليك. دي كانت مراجعتي وتجربتي الكامله مع موبايل ريلمي سي 1. قول لنا رايكم تحت في الكومنت، واعملوا لايك للفيديو ده واعملوا سبسكرايب للقناه. بس كده، سلام.